كان سهل عليا نكون وزير ديال الانجليز ولا نكون اب. الناس اللي كانوا كيعرفوه هاد الجمله قالها توني بلير شحال هادي ملي كان كيهضر على وليداته وعنده الحق. انت اب انت يا ام. اجي قرب هاد الفيديو اللي كنت تصنت ليا مزيان الميساج العظيم اللي غنعطيك اليوم على ود شنو على ود كيفاش ننجح في التربيه ديال الوليدات ديالي. وليداتنا ملي كيوصلوا 18 عام عندهم الاختيار كيكونوا كيختاروا المهنه اللي غيمشيو ليها. من موراها كيدوزوا لي زيكزامان كيدوزوا لي كونكور وعندهم الفرصه باش يتخشاو في واحد المدرسه في واحد البيئه اللي كيعطيهم كاع الوسائل التقنيات الدروس باش في الاخر المطاف كيتخرجوا كطبيب مهندس بيلوت اكسيتيرا. مالوغوزمون مع كامل الاسف انت كاب ولا كام نهار كتخرج من السبيطار ولا نهار كتخرج من لا كلينيك بوليد ولا بنيته عظم الله اجرك. حتى واحد ما كيعطيك واحد الكتاب ولا كيكون دوز لك امتحان ولا كيكون دخلك في المدرسه ولا عطاك شي ديبلوم اللي باش غادي تعرف شنو هما الحوايج والاوائل اللي خاصك دير مع وليدك باش ولا بنيتك باش تنجح في ليدوكاسيون ديالو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لا استراتيجي خطيره جدا اللي الا طبقتوها مع وليداتكم ان شاء الله غتشوفوهم كما بغيتيو. خليني نهضر لكم على واحد ليكسبيريونس داروها سوشيال اكسبيريونس. دابا كاين سي غران توندونس كنديروا واحد اختبارات هكا على الصعيد ديال لا سوسيتي داروها في الميريكان. خداو واحد البيئه واحد القسم ديال الدراري اللي عبروا لهم لو كيو اي ديالهم. لو كيو اي هي لو كوسيون انتيليكتوال ديالهم واختاروا بحال قلتي واحد جوج اقسام اللي عندهم تقريبا لو ميم كيو اي ولكن داروا واحد التجربه اللي ما يسيقوش ليها الخبر لي بروفيسور. داروا واحد التجربه اللي هي خياليه خداو هذوك التلاميذ اللي عندهم لو ميم كيو اي وفرقوهم على جوج الاقسام ومشاو عند الاساتذه وما قالوا لهم والو حيت الاساتذه ما كانوش في خبارهم قالوا لهم اجيو اجيو شتي نتوما هاد الصيف عظم الله اجركم في العطله. الله يا سيدي وعلاش؟ حيت غادي نعطيكم في الدخله ديال المدرسيه واحد القسم اش غنقول لك ما شاء الله عليهم كلهم طيارات. خاصكم توجدوا شي كونتوني لا علاقه بداكشي اللي كنتو كتوجدوا. طلعوا لي النيفو وطلعوا النيفو ديال التمارين وطلعوا النيفو حيت راها جايبين لكم احسن ما كاين عندنا في البلاد. مشاو عند لا كاتيجوري الثانيه ديال الاساتذه قال لهم اجيو ايوا سعداتكم هذا العام ما نعاود لكم صراكم عندكم الراحه التامه العطله ما غتكملوها العام كامل. قال لي ياك شنو واقع علاش زعما؟ ايوا شوفوا راه مشينا جبنا واحد التلاميذ اللي كاينين في العالم عندنا حنا في الميريكان ولكن عندهم دي غروس ديفيكولتي عندهم صعوبات في الدراسه عندهم صعوبات في التركيز عندهم صعوبات باش كي ينتجوا التمارين ديالهم. دوك غادي ديروا معاهم غير بالياتية احسن المهم خاصهم ينجحوا غير وسعوا خاطركم وديروا معاهم البال حيت والو داكشي النيفو شويه مضعضع. خليوني نقول لكم كيفاش التلاميذ تعاملوا مع الاساتذه وكيفاش الاساتذه سورتو تعاملوا على طوال السنه مع هذوك التلاميذ. الوغ الاساتذه الاولانيين اللي عند بالهم عندهم طيارات صعبوا معاهم تمارين صعاب لي ديدلاين قصار والدراري مساكن مقذوفين كيقولوا كيف ما يمكنش ويلي عرفتي انت شكون ولا انت ان شاء الله يمكن غتتخرج انت شاسور دو لين اجي جي انت غتخرج ان شاء الله شي بيلوت شتي انت ماشي بعيد غتكون يمكن شيف ديال ديتا ديال الميريكان وانت غتكون شي شيرشور في لا نازا هادشي كي والو عندكم الله يهديكم غير دير 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 بالك معاه راه غادي تصايب القضيه دغيا. الاساتذه الثانيين اللي عندهم الدراري مساكن عند بالهم ماشي تالت تما قال لي شوف الحبيبه ديالي انت بشويش عليك غير بشويه دقه دقه اللي فهمتيها اليوم هو هذاك واللي ما فهمتيهاش غنعاود نفسر ليك حتى وكنتفهمها ليسونسييل حنا نتوما غادي ندقه دقه دقه على خاطر خواتك حتى وكنتوصل. وهاد الاستراتيجيه داروها للاساتذه على طول العام. في نظركم في الاخر العام شنو هما النتيجه اللي حصلوا عليها ككيو اي لو كوسيون انتيليكتوال من مورا ما دوزوا العام كامل؟ هما هادو كيكبروا بالتلاميذ وهادو ما كيهبطوش بهم ولكن بحال اللي كيقولوا كيهبطوا لهم المستوى ديال انت شوف غير على قد الحال وهذا الشيء الا درتيه راه ديجا معجزه كبيره. الوغ تخيلوا معايا هادو ملي عبروا لهم لو كيو اي ديالهم لقاوه طلع على الكيو اي في الاول العام هادو ملي عبرهم لو كيو اي ديالهم لقاوه فريمون هبط
على اللي كان فيهم في الاول د العام. في الاخر عاد جاوا قالوا الحقيقه للاساتذه وقال لهم دابور راه عطيناكم هاد اون فادير هاد لا ريسبونسابيلتي، ولكن راه ديجا كان عندكم كوم اوبجيكتيف بروميير كلشي ينجح، غير كنا درناها كوم اكسبيريونس باش نشوفوا هاد الدماغ هذا ولو سيستيم نورولوجيك كيفاش خدام. كما شفتوا معايا في ما حطيتي الوليد كتلقاه، الا حطيتيه هنا تماك فين غتلقاه، الا حطيتيه هنا تماك حتى هي فين غتلقاه. وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقولوا، لا سيونس اي لي سوشيال اكسبيريمنت اللي داروا كون بو روتروفي فاسيلمون سور لي ريزو سوسيو سور الانترنيت هما اللي كيقولوه. عندك وليدات اون بازاج بغيتي تشوفهم كما تمنيتي، وحنا كنعرفوا بما الوالدين يقدر يعطي كبداريه على ولد وليداته وحيدها من فمو يعطيها لوليداته، نتعلم كيفاش نتفاعل مع ولدي باش ندير له فواحد البيئه اللي هي حاطه هنايا ما انا شي حاطه هنايا. واليوم سي لا جورني نقولوا لا سيمين ديال ليدوكاسيون، بغيت نقول هل برافو ديالك الاب الام، حيت مهنه صعيبه وما علمها لك حد، كتعلمها مع الدنيا ومع الزمان ومع الطرش اللي كتاخذ مع وليداتك. هل بونجور الاساتذه ديالنا اللي عاد عرفنا بزاف قيمتهم دابا في هاد لا بيريود ديال الكوفيد، كنعرف الالوفات ديال لي بارون اللي نتفوا شعرهم في هاد الكوفيد، ملي كانوا كيقولوا لهم الدراري غيبقاو في الدار. بغيت نقول لكم ميساج زوين، الدور ديال الاباء في التربيه ديال الدراري مهم، الدور ديال الاساتذه في التربيه ديال الدراري مهم. سي بيان كو الاساتذه مع الاباء يمشيو ليد في اليد باش ان شاء الله الجيل ديالنا يطلع جيل فريمون اللي هو نقدروا نعولوا عليه ونقدروا نعطيوه لاباساسيون.